بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وبعد، فأهلا وسهلا بحضراتكم وشرح كتاب الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده كتاب يعني لطيف خفيف بيتحدث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه الشريف العالي، وكيف نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نتأدب مع حضرته. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة وهداية للعالمين، فينبغي أن نتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب وتوقير واحترام وإجلال وإعظام يليق بمقامه الشريف وبمرتبته العالية عند ربه سبحانه وتعالى. سيدنا النبي في الحديث الشريف يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. يعني لن يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا تشبع بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل الناس، على نفسه وعلى أولاده وعلى أبوه وعلى أمه وعلى كل الخلق وعلى الناس أجمعين. وأي إنسان لم يصل إلى هذه المرتبة فإيمانه فيه خلل، أو بعض الناس بتقول إيمانه غير صحيح. الإنسان الذي لا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان غير كامل الإيمان، والبعض بيقول غير صحيح الإيمان. يبقى إذن أول حاجة عندنا من الثوابت العقدية اللي موجودة عندنا في الدين بتاعنا، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نقدمه على كل الخلق. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نحبه حبا كثيرا مقدما على أي شخص أو على أي إنسان أو على أي مخلوق. وهذه المحبة تقتضي بقى التعامل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأدب وبكل التوقير وبكل الاحترام. وده اللي هنتعرض له إن شاء الله في هذا الكتاب، وكيف تناول هذا الكتاب الحديث عن الأدب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول مبحث عندنا في الكتاب حديث القرآن الكريم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم تحدث حديثا شافيا وافيا كافيا عن جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ووضح منزلته العالية ودرجته الشريفة الفخيمة عند الله سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدنا النبي رحمة، لكنه رحمة لكل الخلق، لكل العالمين. العالمين هنا جمع عالم، يعني عالم الإنس، عالم الجن، عالم الطير، عالم الحيوان، عالم الجماد، كل ما يعيش في ملك الله سبحانه وتعالى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زال رحمة له، حتى رحمة للكافرين. لو أن إنسان كافر فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة له. وده القرآن الكريم قاله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فمجرد وجود سيدنا النبي وسط الكافرين هذا الأمر منع عنهم نزول العذاب من الله عز وجل. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كل هذه الآيات وغيرها تتحدث عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعن مقامه العالي عند الله عز وجل. والله عز وجل قد أكرم نبيه وأعطاه نعما عظيمة لا تعد ولا تحصى، وهذا يدل على شرفه الكبير عند ربه. الله عز وجل أعطى لنبيه أشياء قبل أن يسألها، عكس بعض الأنبياء الذين سألوا الله سبحانه وتعالى فأعطاهم الله عز وجل بعد سؤالهم. يعني مثلا سيدنا موسى عليه السلام قال لربه: وعجلت إليك ربي لترضى، يعني طلب الرضا من الله سبحانه وتعالى. أما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فقد أعطاه الله الرضا، فقال له: ولسوف يعطيك ربك فترضى.
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يعني سيدنا النبي لما هاجر إلى المدينة المنورة كان بيصلي ناحية المسجد الأقصى، وكان يتمنى ويحب ويرضى أن يحول الله سبحانه وتعالى وجهه في الصلاة وقبلته في الصلاة إلى البيت الحرام، لكنه لم يطلب ذلك. واطلع الله سبحانه وتعالى على قلب النبي ورأى في قلبه ما يريده وما يتمناه فأعطاه ذلك وأرضاه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. عشان كده شهر شعبان يسمى شهر إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده الشهر اللي ربنا أرضى فيه النبي لما خلاه يولي وجهته ناحية المسجد الحرام، القبلة اللي كان سيدنا النبي عايزها. سيدنا إبراهيم مثلا يقول في القرآن الكريم: ولا تخزني يوم يبعثون، يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنه الخزي يوم القيامة، ولا تخزني يوم يبعثون. لكن سيدنا النبي ربنا يقول له: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. يعني سيدنا النبي ما طلبش هنا لكن أعطاه الله عز وجل. فالله عز وجل قد أعطى لنبيه قبل أن يسأل، وهذا يدل على شرفه ومقداره الكبير عند الله عز وجل. بل إن القرآن الكريم عندما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاطبه كما يخاطب الأنبياء. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيكلم الأنبياء بينادي عليهم بأسمائهم، بيناديهم بأسمائهم: يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا موسى، يا عيسى، يا آدم، يا نوح. كل هذه الأسماء ربنا سبحانه وتعالى أو كل الأنبياء ربنا بينادي عليها بأسمائها: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى آخر الآيات التي تتحدث عن الأنبياء والرسل عليهم السلام. لكن الله عز وجل لما يخاطب نبيه يخاطبه بوصف الرسالة أو النبوة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. لا يتحدث القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بوصف الرسالة أو بوصف النبوة، وهذا لبيان قدره الكبير سبحانه صلى الله عليه وسلم. ولما يتكلم القرآن عن النبي ويذكره باسمه يعني يلصق معه وصف الرسالة، فيقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. عشان كده من الأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عدم ذكر اسمه الشريف مجردا، يعني ما نقولش محمد، قال محمد اللهم صل على محمد، هذا في سوء أدب مع الجناب النبوي. إنما نذكر سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم إما بلفظ السيادة فنقول سيدنا رسول الله، وابن عطاء الله السكندري يقول: إياك أن تترك لفظ السيادة ففيها سر لمن لازم هذه العبادة. يعني الإنسان اللي بيلازم على ذكر النبي بلفظ السيادة إنه هو يقول اللهم صل على سيدنا محمد، قال سيدنا محمد، فهذا فيه سر وفيه بركة، يعني إن شاء الله ستعود عليه بالخير. أو نذكر سيدنا النبي بلفظ السيادة، بلفظ الرسالة أو النبوة، نقول قال رسول الله، قال نبي الله، قال حبيب الله. لكن إن احنا نقول قال محمد أو اللهم صل على محمد هذا فيه سوء أدب، لأن الله عز وجل لما تكلم معه تكلم معه بلفظ الرسالة أو بلفظ النبوة. إلا في الصلاة، إحنا في الصلاة في التشهد بنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وده في خلاف بين العلماء. فبعض الفقهاء وبعض العلماء قالوا إن إحنا في الصلاة هنلتزم بالنص اللي ورد ونقول اللهم صل على محمد فقط في التشهد. أما السادة الشافعية قالوا لا، يجوز لنا أن نذكر سيدنا النبي بلفظ السيادة حتى في الصلاة، فنقول اللهم صل على سيدنا محمد. ليه الشافعية قالوا كده؟ قالوا لأن ذكر النبي بلفظ السيادة فيه أدب مع مقامه العلي، والأدب يقدم على الاتباع، دي قاعدة عند السادة الشافعية. فبرضو ما فيش أي مشكلة وما فيش أي مانع إن احنا حتى وإحنا في الصلاة نقول اللهم صل على سيدنا محمد، ما فيش أي مشكلة خالص. الله عز وجل في قرآنه قارن طاعته بطاعة النبي فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. يعني لن تكون مطيعا لله عز وجل إلا إذا أطعت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لن تدخل على الله إلا من خلال باب النبي صلى الله عليه وسلم. لن تدخل الجنة إلا من خلال النبي صلى الله عليه وسلم.
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. بتحب ربنا وصادق في هذه المحبة، يبقى ما ينفعش تروح لربنا إلا من خلال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الآيات تدل على شرف ومقام النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده القرآن يقول لنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللي هيعصي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عصى الله سبحانه وتعالى، واللي هيعصي النبي سيقع في العذاب الأليم. بل إن مخالفة النبي وعدم الرضا بما قال به النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على عدم الإيمان أو على ضعف الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني الإنسان مش هيكون مؤمن كما ينبغي إلا لما يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حياته وفي كل شؤونه. يعني سيد النبي قال لك هنا اعمل يبقى تعمل، قال لك ما تعملش يبقى ما تعملش. فما ينفعش النبي يقول لك اعمل وما تعملش، أو العكس يقول لك الحاجة دي ما تعملهاش فتروح عاملها، يبقى دي فيها مخالفة. ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم إثم لأنها مخالفة لله عز وجل. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ومش كده وبس، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني لما سيدنا النبي يقضي في أمر معين وجب علينا أن ننصاع لهذا الأمر النبوي، ومش كده وبس، ونرضى به ونستشعر إن الأمر اللي سيدنا النبي أمرنا به فيه الخير، حتى لو كان ده ضد رغبتنا وضد الحاجة اللي احنا كنا عايزينها. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. طب النبي قال لي ما تعملش الحاجة دي فأنا ما عملتهاش، ومع ذلك أنا متضايق إن أنا ما عملتهاش، يبقى ده برضو مش حسن اتباع. حسن الاتباع إن أنا الحاجة اللي النبي قال لي ما تعملهاش ما عملهاش فورا وأرضى بذلك، ولا أجد في نفسي أي غضاضة أو أي مشكلة من هذا الأمر. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم هنا بمعنى الانقياد والخضوع والاستسلام، يعني تستسلم لرسول الله. لما يجي واحد كده يقول لك سلم نفسك، فاحنا بنسلم نفسنا لسيدنا رسول الله. يعني كل حاجة احنا بنعملها زي ما النبي قال لنا عليها، وبنستسلم لهذه الأوامر النبوية وهذه النواهي النبوية بكل نفوس راضية أو أنفسنا كلها رضا وقبول. كذلك القرآن الكريم يتحدث عن نقطة مهمة جدا في الأدب مع سيدنا رسول الله وكيفية التعامل معه، أننا لا نرفع أصواتنا فوق صوته، وألا نجهر له بالقول كجهر بعضنا لبعض. فيقول القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ليه؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآية دي يا جماعة نزلت في الصحابة اللي هم أطهر الخلق بعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن هنا بينبههم وبيحذرهم لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ما ينفعش نكون قاعدين في حضرة النبي ومع النبي وفي بعض الصحابة يرفع صوته، ما ينفعش. وهذا الحكم ينسحب حتى الآن بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى. ما ينفعش أكون في حضرة النبي في المسجد النبوي المكان اللي فيه سيدنا النبي وارفع صوتي في المسجد، هذا لا يليق، هذا سوء أدب مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. يعني ما تناديش النبي أو ما تتكلمش مع النبي زي ما تتكلم مع واحد صاحبك. النبي مقامه عالي، مقامه شريف، لازم تتأدب معاه. فما ينفعش ان انا اكلم النبي بصوت عالي او ارفع صوتي على النبي او انا اكلمه كاني بكلم واحد صاحبي او واحد معرفتي. لا، النبي يعني نتكلم معه او نتكلم عنه بكل توقير واحترام واجلال. عشان كده لما الايه دي نزلت فكان سيدنا ابو بكر يقول والله يا رسول الله لا اكلمك الا كاخي السرار. فكان سيدنا أبو بكر لما يتكلم مع النبي يتكلم بصوت واطي جدا جدا جدا، كأنه كده بيهمس في أذن النبي تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. كجهر بعضكم لبعض، ليه القرآن حذر الصحابة وحذر الأمة بعد كده من رفع الصوت أو مخاطبة النبي كمخاطبة الأشخاص العاديين؟ قال أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لأنك أنت لو تعاملت بسوء أدب مع النبي، رفعت صوتك على صوته، خاطبته كمخاطبتك للناس العادية، هذا أمر قد يحبط عملك حتى ولو كنت صحابي.
أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فده بيعلمنا الأدب يا جماعة مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان حيا أو بعد انتقاله. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. مجرد دخولك على النبي وخفض صوتك عنده مراعاة للأدب معه قد يكون هذا سببا في مغفرة الذنوب والآثام. كذلك القرآن الكريم يتحدث عن إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي رسالة عامة وليست خاصة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وختم الله سبحانه وتعالى به الأنبياء والرسل وقال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فسيدنا النبي كان خاتم الأنبياء والمرسلين، وكل نبي أو كل رسول كان يبعث إلى قومه خاصة، كل رسول مختص بفئة معينة وبمجموعة معينة من الناس. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أنه بعث إلى الناس كافة، وهذا يدل أيضا على شرفه ومقداره الكبير. وأعظم نعمة يا جماعة امتن ربنا بها علينا، وأعظم منا ربنا أنعم بها علينا، أن جعلنا من أمة هذا النبي الكريم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. أعظم نعمة، أجمل نعمة أنت عايش فيها، وكتير للأسف مننا مش حاسس بيها، إن إحنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد من ربنا، قال هنا واضحة، هي واضحة وضوح الشمس، أنا امتنيت عليكم وأنعمت عليكم بأن جعلتكم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس. اكتسبت الأمة الخيرية من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلولا رسول الله ما كانت لنا خيرية. كل ده دليل على عظم نعم ربنا وعلى إكرام الله لنا بسبب إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده الإمام البصري يقول لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. ربنا دعانا لطاعته بأكرم الرسل، فكنا بذلك أكرم الأمم عند الله عز وجل. ده باختصار الحديث، حديث القرآن عن سيدنا النبي. المبحث الأول حديث إعظام وإجلال وتقدير واحترام لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما ينبغي أن يتعامل به الإنسان المسلم مع سيدنا رسول الله. لا تذكر النبي إلا بكل أدب، أو لا تتكلم عن النبي إلا بكل أدب وإجلال واحترام وتوقير. وأن يخلق الإنسان في قلبه هذا الإجلال والإعظام لسيدنا رسول الله. الإعظام والتقدير والاحترام لسيدنا النبي مش مجرد كلام بس يا جماعة، الإجلال والاحترام والتوقير إن فعلا تخلق في قلبك هذا الإجلال وهذا التوقير والوصل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كده فعلا فعلا أنت محب لسيدنا رسول الله. لكن المحبة مش كلامه بس والقلب غافل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد العارفين يقول لو غاب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظة ما عددت نفسي من المسلمين. فلازم يكون فيه اتصال مباشر ودائم بينك وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وده الفارق بيننا وبين الصحابة. الصحابة بلغوا في حب النبي صلى الله عليه وسلم وفي إجلال النبي والتقدم مع النبي مبلغا عظيما جدا. كان سيدنا النبي عندهم ده هو المقدم على كل شيء، هو أول واحد، هو رقم واحد في حياتهم، أول حاجة وأهم حاجة سيدنا النبي. أي حاجة تيجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا زيد بن الدثنة رضي الله تعالى عنه أمسكته قريش وأرادت أن تقتله، وقبل أن تقتله قال له أبو سفيان أستحلفك بالله يا زيد، أتحب أن تكون بين أهلك آمنا مطمئنا ومحمد في مكانك هذا نضرب عنقه؟ يعني ترضى وتحب ان احنا يعني نطلق سراحك وتروح لاهلك لبيتك لمراتك لعيالك وتكون بين اهلك امنا مطمئنا ومحمد في مكانك هذا نضرب عنقه؟ الطبيعي بتاعنا ان احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم، فهنرفض طبعا بكل شده ونقول لا ما ينفعش، وانفسنا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابه لا، تجاوزوا هذه المرحله كمان. فسيدنا زيد بن الدثنة جاوب على هذا السؤال بالإجابة الكافية الشافية الزائدة، جاوب بإجابة تانية خالص. فقال له
والله لا أحب أن أكون بين أهلي آمنا مطمئنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه يصاب بأذى شوكة. يعني أنت بتخيرني بين حاجتين، بين أن أنا أكون في بين أهلي آمن مطمئن وسيدنا النبي مكاني هنا تموتوه. لا، أنا هقول لك اللي أبعد من كده، أنا لا أرضى ولا أحب أن أنا أكون بين أهلي آمنا مطمئنا وسيدنا النبي في مكانه اللي هو فيه، اللي هو بيته مثلا، دخلت شوكة في أصبعه ورسول الله يصاب بأذى شوكة. فقال أبو سفيان: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. أكتر ناس بتحب حد هم صحابة النبي لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. فده كان حال الصحابة مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن نخلق في وجداننا، في قلوبنا، هذا الحب العميق لسيدنا النبي، هذا التعلق بجنابه الشريف. وده بينشأ من عدة أمور، من أهمها التأدب مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع ذكر اسمه الشريف. المبحث الثاني: حجية السنة المشرفة ومكانتها في التشريع. احنا عندنا الوحي الشريف نوعين يا جماعة، القرآن والسنة. فالسنة من الوحي الشريف، لأن ربنا قال للنبي إيه؟ وما ينطق عن الهوى. بس الفرق أن القرآن الكريم لفظه ومعناه من عند الله سبحانه وتعالى، أما السنة لفظها من عند النبي لكن معناها من عند الله سبحانه وتعالى. يعني أوحى الله سبحانه وتعالى لنبيه أن يقول يعني معاني معينة، فسيدنا النبي صاغ هذه المعاني في صورة ألفاظ. فعشان كده السنة النبوية المطهرة من الوحي الشريف. وإنكار السنة النبوية المطهرة إنكار للدين. إحنا عندنا دلوقتي مشكلة إن بعض الناس تنكر السنة، يقول لك لا أنا لي علاقة بالقرآن بس ما ليش علاقة بالسنة. نقول له إزاي؟ أنت كده لو أنت أخذت بالقرآن وما أخذتش بالسنة أنت كده بتخالف القرآن. لأن القرآن قال: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أمر بطاعة الرسول كما أمر بطاعة الله. ومخالفتك لأمر النبي معناها كده أنك أنت بتخالف القرآن الكريم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كل هذه الآيات بتؤكد على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته وعدم إهمال السنة. فما تجيش تقول لي أنا زي بعض الناس دلوقتي بتعمل، أنا لي القرآن بس أما السنة هذا كلام بشري لا علاقة لنا به. لا، السنة مش مجرد كلام بشري، السنة وحي إلهي شريف في صورة ألفاظ بشرية. وإنكار السنة إنكار للقرآن يا جماعة، لأن ربنا قال إيه لسيدنا النبي: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي البيان والتوضيح. فالآيات اللي نزلت في القرآن الكريم سيدنا النبي بيبينها لنا وبيوضحها لنا، زي آيات الزكاة وآيات الصلاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. القرآن لم يتحدث عن الصلاة بالتفصيل، إنما قال لك صلوا وزكوا. مين بقى اللي علمنا الصلاة وقال لنا أن في صلاة فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، والصلاة هنا 4 ركعات وهنا 3 ركعات وهنا ركعتين، ونقرأ إزاي ونركع إزاي ونتشهد إزاي؟ مين اللي وضح لنا الكلام ده كله؟ مين اللي قال لنا نخرج الزكاة إمتى والنصاب والحول وكل هذه الأمور؟ السنة النبوية المطهرة. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فإنكارك للسنة كأنك بتنكر البيان، لأن السنة هي بيان للقرآن الكريم. فإنكارك للبيان إنكار للمبين من حيث لا تدري. لما أنت بتنكر السنة، طب والسنة دي هي اللي بينت القرآن الكريم، يبقى في إنكارك للسنة إنكار صريح للقرآن الكريم. وفي خطورة في إنكار السنة وعدم الاعتراف بحجية السنة يا جماعة، السنة حجة ينبغي العمل بها. إنكارك للسنة ولبيان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل العقل يتدخل في فهم القرآن وفق الهوى. أنا دلوقتي لما أقول إن مفيش سنة وأنا ليا القرآن بس، طب هتفسر القرآن إزاي؟ هيبدأ الإنسان يفسر القرآن بمزاجه هو وعلى هواه هو. أقيموا الصلاة
فيقول لك خلاص كده ما فيش صلاة، زي ما بعض الناس طلعت دلوقتي تقول لك ما فيش حاجة اسمها صلوات خمس، الصلوات الخمس لم ترد في القرآن الكريم. طب امال اقيموا الصلاة دي يعني ايه؟ قال لك الصلاة هنا بمعنى الدعاء، لأن الصلاة في اللغة فعلا بمعناها، معناها في اللغة الدعاء. فهيبدأ الإنسان يفسر القرآن الكريم حسب مزاجه هو وحسب هواه هو، وبالتالي يضيع الدين في قلوب الناس. فالسنة النبوية المطهرة حجة ينبغي العمل بها. وإحنا بنفرق بين حاجتين، بين نصوص القرآن والسنة وبين نصوص الفقهاء والعلماء. نصوص القرآن والسنة يا جماعة نصوص مقدسة. يعني مقدسة يعني نصوص مطهرة منزهة عن أي نقص، مفيش أي خلل في القرآن الكريم، مفيش أي خلل في السنة النبوية المطهرة. حتى لو فيه خلل في الظاهر أو فيه تناقض في الظاهر، ده في الظاهر بس، لكن في حقيقة الأمر ليس هناك تناقض أو خلل في نصوص القرآن ولا السنة. سيدنا الإمام الشافعي يقول كده، ليس هناك تناقض أو تعارض بين نصوص القرآن بعضها وبعض، أو بين نصوص السنة بعضها وبعض، أو بين نصوص القرآن والسنة، ما فيش تعارض، إن ده وحي شريف من الله سبحانه وتعالى. إنما التعارض بيجي فين؟ التعارض بيجي في ذهننا احنا. أحيانا احنا لجهلنا بالحكم ولجهلنا بسبب النزول أو لجهلنا بدلالة الألفاظ هنا، هل الآية هنا عامة ولا خاصة، مطلقة ولا مقيدة، هل الحديث هنا عام ولا خاص، مطلق ولا مقيد، فبيحدث عندنا احنا التعارض لجهلنا بالآية وملابسات الآية وظروف الآية، ولجهلنا بالسنة وملابسات السنة وظروف السنة أو ظروف الحديث اللي اتقال. لكن في حقيقة الأمر لما تيجي بقى تحقق النص ده سواء في القرآن أو السنة، القرآن والسنة منضبطين، مفهومش أي تعارض، إنما التعارض بيجي عندنا احنا لجهلنا بهذه النصوص. فهنا القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة دي نصوص مقدسة مطهرة منزهة عن أي نقص. أما نصوص العلماء بداية حتى من الصحابة الكرام وحتى الآن، دي نصوص محترمة، يعني نحترم أقوال العلماء والفقهاء حتى الصحابة الكرام. لكن هل النصوص دي يعني لا يعتريها النقص؟ يعني نصوص دي منزهة عن الخطأ؟ لا، كل بني آدم خطأ ومحدش معصوم إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنشوف أن العلماء بيختلفوا مع بعض والصحابة نفسهم اختلفوا مع بعض. ليه؟ لأن هذه النصوص أو هذه الأقوال ليست نصوص شرعية، مش قرآن ولا سنة. فإحنا بنحترم كل أقوال الفقهاء والعلماء والصحابة، لكن بنقول في الآخر هي نصوص محترمة، مش هنرفعها لدرجة التقديس زي النص القرآني والنص النبوي. فالسنة النبوية المطهرة لأنها جزء من الوحي الشريف هي نصوص مقدسة، نصوص منزهة عن أي نقص أو أي خلل أو أي عيب. فبالتالي ما ينفعش إن إحنا نيجي دلوقتي وننكر السنة أو نقول إن السنة مش حجة ولنا القرآن الكريم وفقط. في القرآن ربنا بيقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالسمع والطاعة أمر واجب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يعص الله ورسوله، هناك قال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهنا قال لك اللي هيعصي الرسول كأنه بيعصي الله، وهو وقد ضل ضلالا مبينا. فما ينفعش ان انا اختار مع سيدنا النبي، ان النبي بيقول لي حاجة فانا اقعد اختار اعمل حاجة غيرها، ما ينفعش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. زي ما ربنا لو امرني بحاجة لازم اعملها وما ينفعش اعمل خلافها، كذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرني بحاجة لازم أعملها وما أعملش خلافها وما أعملش حاجة تانية. لأن باختصار كل ما يصدر عن سيدنا النبي هو وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الناس اللي بتنكر السنة دلوقتي وبتحاول تفتئت على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، الناس دي سيدنا النبي حذرنا منها في حديث صحيح، فيقول صلى الله عليه وسلم
ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث، ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته، يعني قاعد كده مميل على الكنبة بتاعته أو على الدكة بتاعته اللي قاعد عليها، فيجي له حديث كده عن سيدنا النبي وهو قاعد متكئ. ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه. يعني يقول لك هيجي وقت معين في واحد كده قاعد على الكرسي بتاعه أو على الكنبة بتاعته ومتكئ كده، وحد يجي يكلمه في حديث النبي يقول له لا، احنا ما لناش علاقة بالحديث، احنا لنا علاقة بالقرآن الكريم، ما وجدناه في كتاب الله استحللناه، ما وجدناه في كتاب الله حلالا استحللناه. يعني القرآن هيقول لنا عليه حلال هنعمله، والقرآن اللي هيقول لنا عليه حرام مش هنعمله، ما لناش علاقة بالحديث. فسيدنا النبي قال وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. يعني سيدنا النبي لما يحرم حاجة يا جماعة هو ربنا اللي حرمها. سيدنا النبي مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فما تجيش تقول الحاجة دي مش حرام عشان هي مش محرمة في القرآن الكريم، هذا افتئات على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هيحرمه سيدنا النبي كأنه ربنا حرمه أو ربنا بالفعل حرمه. في الحديث الشريف حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، الحمار الأهلي سيدنا النبي حرمه فهو حرام، فعش تقول لي ده حلال عشان ما وردش في القرآن إن القرآن حرم أكل لحم الحمار، لا، حرمه النبي فهو حرام. وفي الحديث الشريف سيدنا النبي يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فأي حد هيعصي النبي ولن يتبع النبي لن يدخل الجنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. عشان كده بعض العلماء يقول إن أصول الدين بتاعنا وأصول الإسلام مبنية على ثلاث أحاديث عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد، حديث الحلال بين والحرام بين. كأن الثلاث أحاديث دول جمعوا محاسن الدين كله. فأي حد بيجادل في حجية السنة وفي العمل بالسنة النبوية المطهرة فهو إنسان جاحد ومعاند وجاهل، ولا يجوز لنا أن نسمع له ولا أن نتبعه في أقواله، لأن كده إنكار للسنة ده إنكار للقرآن وإنكار للوحي الشريف. لأن ربنا قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين، وظيفة النبي البيان، والبيان ده جاء عن سيدنا النبي في أحاديثه، فلما ننكر الأحاديث والسنة من أين نتعرف على ما جاء في القرآن الكريم، ومن أين نتعرف على أحكام الله سبحانه وتعالى الواردة في القرآن الكريم. فالأحكام جاءت تفصيلية في السنة النبوية المطهرة، كل الأحكام يا جماعة جاءت تفصيلية في السنة ما عدا بس حكم واحد هو ربنا اللي فسره في القرآن، اللي هو حكم الميراث. يعني الميراث هو الشيء الوحيد اللي ربنا فسره بنفسه في القرآن، وده ليه علة عكس الأحكام التانية كلها سيدنا النبي هو اللي فسرها. يعني الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج، كل هذه العبادات احنا عرفنا تفاصيلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الميراث هو الحاجة الوحيدة اللي القرآن فصلها وبينها بيان شافي وكافي وواضح. ليه؟ لأن النفس البشرية دايما متعلقة بالمال، بتحب المال. في القرآن الكريم ربنا بيقول إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا يعني المال، يعني النفس البشرية مجبولة على حب المال. فلما كانت النفس مجبولة على حب المال وكلنا بنحب المال، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تولى بنفسه تفسير أحكام المال اللي هي الخاصة بالميراث حتى لا يتلاعب أحد في هذا الحكم. لأن لو الموضوع أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي فسره بنفسه في أحاديث،
كان سهل جدا الناس تطعن في الاحاديث دي، يقول لك لا الحديث ده ضعيف، لا الحديث ده مش صحيح، لا احنا مش ناخد بالحديث ده، لا النبي ما قالش. هيبقى سهل الطعن في الحديث زي ما بيطعنوا دلوقتي. فلأجل هذا الامر الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ او بذكر احكام الميراث بالتفصيل حتى لا يتجرأ احد على هذا الحكم. وللاسف برضو طلع بعض الناس حتى في هذه الاوقات وبيحاول ان هم يعدلوا في الميراث. ربنا هو اللي فرض كل حاجة من عنده، وبعض الناس لا برضو مش مقتنعة. حتى بعض المسلمين لما بيجي يقسمه ما بيقسموش بما يرضي الله سبحانه وتعالى موضوع الميراث ده، مع ان ربنا هو اللي قسمه. فما بالك بقى لو ان الموضوع اسند الى النبي في الحديث، كان سهل جدا نلغي بقى كل الاحاديث دي، والاحاديث دي ما وردتش، والاحاديث دي ضعيفة، والاحاديث دي موضوعة. لكن لما كان الانسان محبا للمال تولى الله بنفسه بيان هذا الحكم بالتفصيل، عشان ما حدش يكون ليه حجة عند ربنا، عشان ما تقوليش الحديث ده صحيح او ضعيف او حسن او ده ما وردش او كذا. لا، القرآن الكريم قطعي الثبوت، معروف ان كل لفظ فيه من عند الله سبحانه وتعالى. فده الحكم الوحيد اللي ربنا فسره ووضحه. ما عدا ذلك الاحكام كلها جاءت مجمله في القرآن الكريم. احاديث الحديث عن الصلاه، عن الزكاه، عن الصوم، عن الحج، عن الحدود وإقامتها، عن المشاكل بين الناس، عن الزواج، عن الطلاق، كل هذه الأمور سيدنا النبي وضحها لنا توضيحا شافيا كافيا. فلما نيجي ننكر السنة أو لا نعمل بالسنة، يبقى احنا كده بنهدم الدين وبننكر أحكام الدين. فأي حد ينكر حجية السنة، أي حد ينكر العمل بالسنة، فهو إنسان معاند ومكابر ويخاف على دينه، لأن كده بينكر جزء من الوحي الشريف. السنة أحيانا بتكون شارحة لما جاء في القرآن الكريم، ومفسرة وموضحة لما جاء في القرآن الكريم، زي الصلاة والزكاة والصوم والحج وكل هذه الأمور. السنة أحيانا قد تنشئ حكما جديدا لم يرد في القرآن الكريم، لأن احنا قلنا ده وحي من عند الله سبحانه وتعالى، زي تحريم النبي لحوم الحمر الأهلية زي ما قلنا. فحتى الحاجات اللي ما وردتش في القرآن ووردت في السنة يجب العمل بها، لأن هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. المبحث الثالث في رسول الإنسانية. النبي صلى الله عليه وسلم تجلت فيه معاني الإنسانية الكاملة. سيدنا النبي ده يا جماعة هو النموذج الأمثل والأكمل للإنسان الكامل. يعني احنا عايزين نشوف إنسان كامل في شتى الجوانب المختلفة، نروح للنبي صلى الله عليه وسلم. عايزين الأب المثالي الكامل، روح للنبي هتلاقي الكلام ده عنده. عايزين الزوج الكامل المثالي، سيدنا النبي كان كده. عايزين الصديق الوفي الكامل المثالي، سيدنا النبي كان كده. عايزين الحاكم الكامل المثالي، سيدنا النبي كان كده. عايزين القاضي المثالي الكامل، سيدنا النبي كان كده. كل الأمور والجوانب الحياتية المختلفة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فيها مرحلة الكمال والمثالية. عشان كده القرآن قال ايه؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة. يعني سيدنا النبي قدوتنا في كل شيء. أي حاجة نتعرض لها في حياتنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة وأسوة. أي حد عايز يكون إنسان كويس في اتجاه معين، شوف النبي كان بيعمل إيه لو مكانك وتأسى به. أي إنسان تعرض لشدة أو محنة أو كرب أو مصيبة، شوف النبي عمل إيه وكيف تعامل مع هذا الأمر. يعني سيدنا النبي ابتلي في نفسه، في ماله، في ولده، في زوجه، في أهله، في كل شيء. فشوف كيف كان يتعامل مع هذه الأزمات، حتى الأزمات الاقتصادية. تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأزمات اقتصادية، كيف كان يتعامل معها؟ فالقرآن لخص كل ده وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فسيدنا النبي هو قدوتك وأسوتك في أي شيء تتعرض له في حياتك. فكان صلى الله عليه وسلم النموذج الكامل للإنسان الكامل. ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم قائمة على تحقيق
المعاني الإنسانية الكاملة في شتى المجالات المختلفة. قال كده: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الغرض من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هي إتمام الأخلاق. كل التكاليف يا جماعة اللي احنا بنعملها نتيجتها وثمارتها أن نحسن أخلاقنا وسلوكنا. فإحنا بنصلي، من جملة أهداف الصلاة إيه؟ من ثمرات الصلاة إيه يا جماعة؟ إن إحنا نحسن أخلاقنا. وأقم الصلاة ليه؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فما ينفعش أنا بصلي وأدخل الجامع ومقطع السجادة في البيت وفي الجامع وبعامل الناس مش كويس، أخلاقي مش كويسة مع الناس، دي كده مش صلاة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ليه؟ لعلكم تتقون. فزينا بصوم من الفجر للمغرب وطول النهار بجيب في سير الناس، بقع في أعراض الناس، بغتاب الناس، يبقى كده ما حصلتش الثمرة المرجوة من الصيام. وهكذا. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان النموذج الكامل للإنسان الكامل في شتى المجالات المختلفة. يعني في كزوج، انظر كيف كان يعامل زوجاته، انظر إلى وفائه لزوجاته رضوان الله تعالى عنهن. السيدة خديجة حتى بعد أن توفيت وانتقلت إلى الرفيق الأعلى، كان صلى الله عليه وسلم وفيا لها حتى بعد موتها، وقال: إني رزقت حبها. وقال: ما أبدلني الله خيرا منها. يعني لدرجة أن السيدة عائشة ما كانتش بتغير من حد إلا من السيدة خديجة، وهي أصلا ما شافتهاش، من شدة تعلق النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته خديجة، ومن شدة وفائه لها صلى الله عليه وسلم. وكان مرة كده يعني ستنا عائشة يعني شافت النبي ماشي كده مع واحدة عجوزة بيتكلم معاها، فقالت له: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ يعني أنت مهتم بها أو كده ليه؟ ست كبيرة في السن. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، قمة الوفاء من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته. يعني كان يكرم أصدقاء خديجة والناس اللي كانوا بيزوروا خديجة، مش إكرموا الخديجة بس، لأي حد من ريحة السيدة خديجة كان سيدنا النبي يكرمه إكراما لزوجته رضي الله تعالى عنها. إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. من الإيمان أن تحسن عهدك مع الناس، أن تكرم الأصدقاء، أن تكرم الأوفياء، كما كان صلى الله عليه وسلم. طيب، بالنسبة لمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأولاده وأحفاده، كانت في قمة المثالية والإنسانية. فكان يعامل أولاده وأحفاده بكل حب وبكل احترام وبكل تقدير. وقال كده: من لا يرحم لا يرحم. لما رآه الأقرع بن حابس يقبل الحسن والحسين أحفاده، فقال: يا رسول الله، إن لي 10 من الأولاد، أنا عندي 10 عيال ما قبلت منهم أحدا، عندي 10 عيال ما قبلتش حد فيهم، وانت عمال تقبل هذه الأطفال؟ فقال صلى الله عليه وسلم له: من لا يرحم لا يرحم. وقال وفي رواية: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ هنعمل لك إيه وقد نزع الله من قلبك الرحمة؟ وسيدنا أنس يقول: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا النبي أرحم الناس بالأطفال الصغر. وحتى في الصلاة يا جماعة، كان أحيانا يقوم يصلي وكان نفسه يطول في الصلاة: إني لأقوم إلى الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه. يعني سيدنا النبي داخل في الصلاة يصلي بالناس إمام، ووراه الرجالة والستات بيصلوا، بس في بعض الستات بتبقى جايبة أولادها الصغار معاها. فسيدنا النبي داخل في الصلاة وعايز يطول في الصلاة، لكن بيسمع بكاء بعض الأطفال وراه، فيروح يعني مكمل الصلاة بسرعة وينجز في الصلاة حتى يشفق على هذا الولد ويشفق على أمه. لأن طول ما الولد بيعيط الأم هتظل مشغولة بيه، بيعيط ليه؟ أكيد في حاجة تعباه، محتاج حاجة. فسيد النبي كان يرفق بالأم وبولدها، ويعني يكمل الصلاة بصورة فيها سرعة شوية، رأفة ورحمة بهؤلاء الناس. وأحيانا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يجي يصلي وتيجي حفيدته أو حفيده يعني يركب على ظهره الشريف وهو ساجد، يفضل ساجد لحد الولد أو البنت ما تقضي غرضها وتنزل، فيقوم رافع من السجود صلى الله عليه وسلم.
وكان كذلك صلى الله عليه وسلم يتعامل بقمة الرقي والإنسانية مع الناس، خاصة مع أصدقائه. فشوف حتى يعني كلامه عن سيدنا أبي بكر يقول: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. أمن يعني أكثر واحد لي من علي في صحبته وفي ماله سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وعشان كده يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني من المعروف أنك أنت تقابل الناس بوش كده بشوش، مش عبوس كده كئيب، لأن رسالتنا هي رسالة إنسانية، رسالة أخلاق، رسالة قيم. فمن الإنسانية والأخلاق والقيم أنك أنت تعامل الناس بالشيء اللي يدخل السرور على قلوبهم، ما تعاملش الناس بصورة فيها كآبة أو فيها يعني شدة، ما فيش الكلام ده. خير الناس أنفعهم للناس، سيدنا النبي يقول كده. وأحب الأعمال سرور تدخله على قلب مسلم. يعني من أحب الأعمال عند ربنا إنك تدخل السرور والفرح على قلب إنسان، سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا أو تقضي عنه دينا. من هنا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الإنسانية، هو الإنسان الكامل، هو النموذج الكامل في معاملاته مع كل الناس، مع زوجاته، مع أصدقائه، مع أحفاده، حتى مع أعدائه. كان صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم بكل رفق وبكل لين وبكل تقدير واحترام. هكذا ينبغي أن نكون. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.